نبلش إن شاء الله الرحيم، نتوكل على الله. موضوعنا لهذا الأسبوع إن شاء الله تعالى حيكون الزيت تيست، وإحنا دخلنا على الموضوع الـ inferential statistic من خلال probability، خلال normal distribution، وأيضا من خلال standard normal distribution إحنا توصلنا إلى صيغة نهائية كانت عندي في آخر محاضرة، هي صيغة الزيت تيست، قلنا عليها concerning. إذا الزيت تيست بداية هو يعتمد depend on standard normal distribution. normal أساسا فهو الزيت هو أساسا standard. بسم الله الرحمن الرحيم. فما راح يعتمد على ما احنا نقدر نشتغل عليه، هو أساسا يعتمد على النورمال. في نهاية هذه المحاضرة المفروض الطالب يكون عنده معلومات حول identify the in performing the test. شوف شروط ايش هي، تمام. ايضا حنقسم الزيت تيست according to type of data samples، شوف ايش عندنا نوع الداتا وكم سامبل انا عندي. ايضا راح ناخذ ما يسمى بالكونفيدنس انترفال اللي هاي ديفرنت. هنبدي بدايه عن الزيت تيست ونحكي الشروط الاساسيه اللي هو هذه هي الكونديشنز اللي راح نحكيها عامه لكل انواع الزيت. بدي اشرح عليها. اذا بدايه ان يكون عندي نمبر 1 ان يكون الفاريبل موجود، واذا ما كان نورمالي فبالتاكيد ما نقدر نحصل على شيء اسمه ستاندرد اللي هو الزيت. اذا لازم يكون هو الاكس بدايه هو يكون نورمالي حتى يكون زيت عندي الستابينو. اذا الشرط الاول هذا. اثنين راندوم سامبل. راندوم سامبل حتى ما يكون عندي بايز من نتائج مالتي، اقدر اعمم نتائجي على البابيليشن. احنا قد نشتغل على السامبلات لكن هاي السامبلات اذا كان بها بايز نتائجها ما نقدر نعمم على البابيليشن، ولهذا لازم ناخذ راندوم سامبل بالنورمال سوليوشن حتى نقدر نعمم نتائجنا بالتالي على النورمال، عفوا على البوبيليشن. طيب الشرط يكون عندي ميجر داتا كوانتيتيف، يعني بالزيت تيست يشتغل على نوعين من الداتا. الزيت تيست هاي خلونا في بالكم بعدين بنشرح النوع نشوف اشنو فرقه عن التي. الزيت تيست يشتغل على نوعين من الداتا، ان كانت الداتا مالتي كوانتيتيف يعني معناتها مقاسه وعندي قياسها مين، فراح يكون عندي نوع الزيت اللي حاشتغل عينه زيت تيست كونسرنينج مين. بقى عندنا 1 مين اور 2 مين ما اشكال، المهم نوع التيست هو حيكون حول المين، حيكون اوف مين. او اذا كانت الداتا مالتي نون ميزرابل او غير مقاسه كواليتيتيف، اذا هون بهالحاله ما عندي نوع حصل على المين، حصل ما يسمى ببروبورشن، حيكون عندي نوع التيست هو زيت تيست كونسرنينج بروبورشن، ما يتعلق بالبروبورشن. اذا سواء كان ايضا من شروط الزيت الاساسيه ان يكون عندي لارج سامبلز، ولهذا الزيت يسمونه يعني الاسم العلمي اللي هو زيت تيست فور لارج سامبلز، يعني على الاغلب يستخدمون زيت تيست للعينات الكبيره. يكون سامبلز معناته لو قلنا نقول لارج سامبلز يعني نقصد بها مور ذان 30، اند ان يكون ايش؟ ناخذ الكلام هذا جدا شرط مهم، الشرط الرابع هذا الاخير جدا مهم، أن يكون population variance يعني سيجما تكون عندي ايش؟ تكون نون. إذا هذا الشرط الأخير أن يكون n more than or equal 30 large sample and where تكون نون، يعني أي سؤال يجيني السيجما ما تكون النون ما راح أقدر أشتغل على ما يسمى بالزيت تيست. طيب هناك بعض الستيبس اللي راح نشتغل عليها مثل ما أخذناها بالمثال الأخير بالمحاضرة السابقة. هاي الستيبس هي أساسية في حل سولف اللي كل الكويستشنز اللي احنا نجي ناخذها لاحقا. هاي الستيبس راح نحكيها الآن بصورة عامة بعدين نرجع تفاصيلها. ستيب نمبر 1 أنا دائما حتى أشتغل على فقط دراسة معينة لازم يكون عندي بيها هدف، وهذا هدف الدراسة هو يمثل لي الهاي. نتذكروا هذا الكلام حكينا عنه، قدنا عندنا تو هايبوثيسز ايج نوت اند ايج 1، وهاي الايج نوت والايج 1 تتعلق بالبارامتر. شوفوا ما عندي شيء بين اكس بار مثلا بين سمول بي كله كابيتال اي، تمام. اذا هوني يتعلق بالبارامترز، تكتب بالطريقتين الطريقه التعبيريه وطريقه الرموز اللي انا عندي حول البارامتر، تمام. ايضا الايج نوت احنا نضعها حتى نرفضها، يعني ما هو هذا هدفنا؟ هدفنا حقا دائما الايج 1.
الهدف ماني ومكمل الثاني. فإذا كان عندي الإيج نوت إيكوال، الإيج وين تقول نوت إيكوال، وإذا كان الإيج نوت مور ذان هاي أور إيكوال أو العكس مالتها، فممكن تجي بالإيكوال أو نوت إيكوال، فتجي بالمور ذان أو ليس ذان. هوني ملاحظة إنه ما تجيني هايبوثيسيس بيها فئان بيها مين ونفس الوقت بيها بروبورشن، تمام؟ هاي أقول بيها إما مين أور بروبورشن، يعني حسب هذا يجي السؤال. السؤال يجيبين داتا ميتيتيف، راح نشتغل على هاي النوع من الهايبوثيسيس اللي هو حول الميو، تمام؟ يعني هي مقاسة يطلع على مين للبوبوليشن، فهو اسمه إيش الميو. أو يكون داتا السؤال إذا كان داتا السؤال ماتي كان كواليتيتيف داتا مينو، إذا ما قدرت تحصل على ميو حصل على بروبورشن بالشكل هذا الثاني اللي هو موجود. يعني ما حتجيني اثنينات مستوى بنفس فئان واحد، واحدة منهم ما حتكون عندي بالسؤال. طيب حددت هدف السؤال لأن عندي كان هايبوثيسيس ميجرد أو كان نون ميجرد. ستيب نمبر 2 أحسب لي probability of z أو قيمة z calculated، وشوفوا هون إحنا قد ناخذ value للزيت، لأنه احتمال قيمة الزيت تطلع عندي بالنيجاتيف، فحتى لا أروح للقيم السالبة وأدخل في مشاكل مباشرة. هذا فقط هو بس للمقارنة، الكلام هذا فقط للمقارنة وليس لشيء آخر. إذا حد آخذ الأبسولوت فاليو حتى حصل على قيمة الزيت كالكوليتد، وبالتالي أرجع أقارن نتيجته مع الجداول اللي أخذناها مع ستاندرد نورمال ديستريبيوشن، وثم نقرر بالقبول أو الرفض. إذا هذه القاعدة اللي عندي، شوف هاي القاعدة تحفظ، هاي القاعدة مهمة جدا تحفظ، هاي راح تطبق على ثمان أشكال من ال من التيستات اللي راح نشتغل، ثمان أشكال من التيستات، من أنواع من التيستات راح نشتغل عليها، اللي هي زيت كالكوليتد إيكوال تو ستاتستيك، يعني أي ستاتستيك سواء كان إكس بار كان لين وان أو تو سامبلز ما يهمني، المهم هي هاي حتكون القاعدة. أول ما تبدي بالستاتستيك، يعني شيء اسمه متعلق ماينس باراميتر، هذا الباراميتر راح ناخذه from null hypothesis، هي هاي القيمة دائما اخذها from null hypothesis، هاي القيمة راح تجي عندي هوني كانت مين او كانت proportion، تمام؟ هذه الباراميتر اسمها فيه مقسمة على over standard error of the stat اللي يعود على نفس الستات. اذا هاي الاساسية اللي عندي وهاي تحفظ ومهمة جدا. هنشوف شلون احنا ما نحفظ قوانين لكن نحفظ قاعدة واحدة، وعلى أساس احنا نشكل قوانين كل سؤال. طيب المعلومات هذه متوفره بالسؤال، المفروض تكون جواب نعم متوفره بالسؤال، فعليه مجرد عمليات حسابيه بسيطه حسب كالكوليتد. ولاحظوا انه زد كالكوليتد اذا كان سالبه، السالب ما يجي من المقام ابدا. ليش؟ الستاندر ايرور هو عباره عن فاريانس مقسم على، تمام، فاريانس مقسم على جذر ان او على ان. إذا ما عندي فارينس هو لأن أصلاً هو فارينس تربيعي، فإذا ما عندي فارينس سالب فإذا دائماً المقام مالي موجب. السالب حيجيني من حاصل differences ما بين statistic and parameters، تمام؟ إذا أخذته لـ absolute value. step بعدها شو حنعمل؟ أنا طالب امتحن مثل ما ذكرنا وأخذ له 40. طيب من أخذ طالب 40 أشو حقرر عينه راسب؟ ما أقدر أقرر عينه ناجح أو راسب إلا بعد ما إيش؟ بعد ما أقارنه مع الدرجة، أشوف الدرجة ماته من أشقت حتى ناجح. يعني 40 من 40 هو فول مارك، مثلا من 50 هو ممتاز مثلا، أو حد يكون من 100 هو فيها يعني هو راسب، وهكذا. عندي شيء آخر أقارن بينه وهي الدرجة الأساسية ماته. طيب نفس الكلام هون بالنسبة للزيت، قيمة الزيت اللي أنا أشتغل عليها هاي يسموها زيت كالك، القاعدة العامة هذه اسمها زيت كالك، قيمة الزيت المحسوبة. طيب انا عندي محسوبه وهي حسبتوها انا من خلال معلومات السؤال اللي عندي. اذا هاي القيمه هي قبول او الرفض، لازم اعمل ايش؟ اعمل كومباريزن وذ ايش؟ وذ ايضا زيت، لكن اي زيت منهم، تمام؟ احنا قارنا درجه بدرجه، وانا حنقارن الزيت ايضا الكالكوليتد وذ ايش؟ وذ ثابت فاليو، لان هي قيمه قياسيه، واحنا قلنا هاي ثابت فاليو اخذناها بالمحاضره السابقه الشنطه وجدناها 0.96. طلعناها من الجداول الستاندر نورمال ديستريبيوشن، نسميها زيت تابيوتد اور نسميها زيت صب بي، اما زيت صب بي هاي البي اللي هي قيمه الاحتمال الخطا مالتي اللي عندي، مثلا زيت ات 0.05 اللي اخذناها بالمحاضره السابقه كانت تمثل لي 1.6 لما انا حددت قيمه الخطا مالتي 5%. طيب بعد ما قارنتوها حشوف ما يلي.
إذا كانت إف، لاحظوا هون القرار لا ثالث لهما، قرارين لا ثالث لهما. القرار الأول يقول إف زد كالكوليتد، هاي اللي حسبته أنا أخذته الأبسولوت فاليو، كانت ليس ذان، كانت ليس ذان أقل من هاي تابلت فاليو، يعني مثلا بافتراض أن هاي تابلت فاليو كانت عندي 1.96، الكالكوليتد كانت 1.5، اقل من التايمز فاليو، سو وايش؟ وي اكسبت، القرار راح يكون عندي وي اكسبت ذا نون هايبوثيس ايج نوت، حقبل بالفرضيه النوت تمام، وترفض اوتوماتيكيا الايج 1. يعني من اقول اقبلت بالايج نوت اوتوماتيكيا معناته انه ايج 1 هي رفضت تمام. اذا حقول وي اكسبت ذا ديفرنس، دائما اشتغل كانت تقول الايج نوت، كانت تقول انه هاي الديفرنس هي باي تشانس نوت ريال تمام. اذا حتكون عندي اند ذا ديفرنس with H with P more than 0.05. هنشرح هاي more than 0.05 non significant شوية، رح نفصل عليها. طيب القرار الثاني حيقول ما يلي، if Z calculated اللي أنا حسبتوها حسب المعادلة اللي أخذتوها هون، إذا كانت هاي قيمة الـ Z اللي حسبتوها كانت more than or equal، more than or equal، إذا دخلت وسط وقعت هاي ليس ذان، انا دخلت انا عندي بلس ماينس 1.9 داخل هاي المنطقه 1.96 بلس ماينس، معناتها هي منطقه قبول، خارجها 1.96 اللي هي مناطق الرفض اللي حقنا عليها اللي تقع على جانبين الكيرف مالتي. اذا وقعت قيمه الكالكوليتد عليه يعني بمعنى كلام انه هاي قيمه الزيت هي اكبر من التابلتد، هذا حد اللي هو الكريتيكال فاليو. التابلت مالتي يقدر يحكي عليها، هي حكينا عليها في المحاضرة السابقة. So we reject the null hypothesis and the difference، من أنا رفضت ال null hypothesis، إذا معنى الكلام أوتوماتيك بالبديلة ما تأج 1، بمعنى البديلة كانت تقول إنه هاي differences ما تساوي لي فد رقم معين أو ما تساوي مثلا صفر، إذا هي هي real not by chance. طيب أيضا ذكرنا في المحاضرة السابقة قلنا طالب إذا رسب، هل من المعقول نقول شدة ورسب بامتياز ورسب متوسط لا، فقط رسب وانتهى الموضوع. لكن بنكون ناجح الطالب، فنحن بالتأكيد حنقول له ما هو مستوى النجاح مالته، هل هو فقط ناجح يعني على الحافي، خلينا نقول اللي هو متنام درجة متوسط، أم أنه النجاح ماله هو جيد جدا وامتياز. هاي الدرجات اللي حكينا عليها للطالب بالضبط نفس تقابل لي هوني درجات الرفض اللي أنا عندي هوني الريجكشن مالتي، حتكون إما highly significant or very highly significant. إيش قد تكون الفروقات كبيرة ما بين الكالكوليتد والتابيوليتد فاليو، إيش قد تكون كبيرة، إيش قد تكبر هذه؟ قيمة البي حتكون عندي أقل، هناك علاقة عكسية ما بين الزيت والبي، هناك علاقة عكسية ما بين الزيت والبي، كل ما زادت الزيت الفرق ما بين اللي عندي كل ما قل البي، حيكون عندي at 0.05 اللي على الحد الاول حسبين just significant، يعني نعم هناك فرق لكنه فرق يعني شيء قريب جدا ما بين significant or non significant، يعني بالبدايه الفرق ما تعدى، لكن ايش قد يزيد عندي الفرق ما بين الكالكوليت والتابيوليتد اقل، يعني نسبه الخطا راح تقل تمام. كل ما يزيد زيت كل ما يقل نسبه الخطا مالتي، وهذا يزيد significant، يعني significant والزيت والبي هناك علاقات بيناتهم، كل ما زيد زيت كل ما تقل بي كل ما زيد السيجنيفيكانت، السيجنيفيكانت والزيت طردي، السيجنيفيكانت والبي عكسي، وكذلك الزيت والبي ايضا عكسي، هاي العلاقات الموجوده بين الزيت والبي والسيجنيفيكانت. اخيرا درو كونكلوجن، اذا حنشوف ان احنا من هاي المحاضره بكاملة والمحاضرة اللاحقة راح تجيني، فإن شاء الله يعني النهاية احنا نمشي على نفس هاي الستيبس اللي حنحكي عليها، ما راح نغيرها، حتصير اوتوماتيكيا راح تحفظ هي بدون جهد. طيب حنبدأ الآن بالنوع الأول من الزيت ونسمينه زيت تيست كونسرنينج والمين. طيب إيمتى تسمينه زيت تيست كونسرنينج والمين؟ لو أرجع الآن اللي حكيت عليها، ما هي شروط زيت تيست بالبداية؟ واحد أن يكون إيش؟ أن يعني يكون نورمال تمام؟ إذا ما كان نورمال مقبل عيب. 2 راندم سامبل، 3 لارج سامبل، أن تكون أيضا إيش؟ السيجما تكون نون. فإذا أول ما أجي السؤال وأشوف بينه لارج سامبل أو أشوف بينه سيجما تكون نون،
أقول إنه عندي شيء اسمه زيت تيست. إذن أول ستيب إذا كان عندي سيجما نون فأقول زيت تيست. ستيب نمبر 2، نمبر 2 أشوف عدد السامبلات اللي عندي كم إن بالسؤال، أشوف كم إن بالسؤال اللي عندي. إذا كان إن واحدة بالسؤال فحقول زيت تيست كونسرنينج 1. طيب وهل هذا السؤال اللي يعطيني هو الداتا الخاصة، المعلومات اللي يعطيني هي، هل هي كوانتيتيف أو كواليتيتيف؟ إذا كانت كوانتيتيف فإذا بالتأكيد لها مين، فأصبح عندي الآن نوع التيست كونسرنينج 1 مين. وإحنا ذكرنا في محاضرات سابقة ولا زال نذكره وإلى النهاية أنه فهم السؤال كل الجواب. يعني إذا ما قدر أنا فرزن إيش نعطيكم من أنواع من الاختبارات في هذا الزيت وقتي راح يجينا إن شاء الله، لازم تعرفون شلون تفرزون هذا السؤال أي من نوع من هاي الأنواع الثمانية. قلنا الستيبس اللي احنا نرجع عليها اللي هي خاصه بزيت تيست كونسرنينج 1 مين، نفس الستيبس اللي حكينا عليها العامه قبل شويه حكيناها كل، راح نرجع نطبقها على الانواع الاربعه اليوم ان شاء الله. اذا استيدنا هايبوثيسيس اند اتس الترناتيف، شوفوا هاي الهايبوثيسيس حتكون بالشكل التالي، يعني اما ايكوال ان ايكوال هاي يسمينه تو تيل، يعني هذا الشكل حتكون، او حتكون بالشكل الثاني اللي هو الايج نوت والايج بشكل اكبر او اصغر، أو العكس مالته صغار أو أكبر. شوفوا ما يجيني دائما نهائيا ما يجيني بالإج 1 ما بها شيء اسمه إيكوال، إج 1 أبدا ما بها شيء إيكوال، دائما الإيكوال حيكون عندي فوق حيكون عندي بالإج نوت فقط. تمام، ليش كنت خلي بالإج نوت دائما الإيكوال؟ لأنه دائما أجي أطبق السؤال ما أعتمد على الإج 1. تطبيق السؤال دائما أعتبر إف إج نوت كانت ترو فأبدي أشتغل على الإج نوت. ولما أجي أعوض التعويض لا يمكن لا يسمح لي ان اعوض الا بوجود مساواه، يعني دائما هاي قاعده بالرياضيات وما بس الاحصاء يعني بسرعه بالرياضيات لا يسمح لي بالتعويض الا بعد وجود مساواه. تمام؟ اذا دائما تلاحظون ان المساواه حتكون عندي بالايج نوت وما موجوده بالايج 1. وضعت الهايبوثيسيس مالتي قلنا وحده من الهايبوثيسيس حتكون عندي يا اما بصيغه يساوي لا يساوي، هاي نسميها توتيل واحنا نشرح عليها بعدين ان شاء الله، تكون عندي بشكل اكبر او يساوي نسميها 1 تيل، ايضا كذلك حاله لو كانت اصغر او يساوي ايضا هي 1 تيل. ليش؟ قلنا 2 تيل هاي اول وحده انه عدم المساواه، هاي وحده من الاسباب ماله انه عدم المساواه تعني لما نقول شيء لا يساوي فاحتمال يكون اكبر واحتمال يكون اصغر، هذا هو عدم المساواه. نعم. ستيب نمبر 2 قلنا نحسب كومبيوتر بروبابيلتي اوف زد وحسب القاعده العامه اللي حكينا عنها. لو نشوف القاعده العامه ايش كانت تقول؟ كانت تقول statistic. وانا ايش قاعد اشتغل؟ انا قاعد اشتغل concerning one mean عندي. statistic منه ما ايش مسمينه؟ حنسمينه اكس بار. اذا statistic لل one mean تمام؟ واحنا قاعد نحكي على statistic يعني معلومه خاصه بس، اذا هي اكس بار ماينس ايش؟ بارامتر. البارامتر انا قد اشتغل حكيته على الاكس بار اللي هو الستاتستيك ما يقابله من البوبيليشن، اذا 1 ستاتستيك، اذا 1 مقابله ايضا 1 ميو 1 بارامتر اوفر المقال دينوميتر اللي هو حيكون عندي سيجما اوفر سكوير روت اوف ان، وهذا نفس القانون اللي اخذناه بالمحاضره الاخيره اللي حكينا عليها في نهايه المحاضره الاخيره اخذنا عليه. هذا كله بكامله حنسمينه بستاندرد ايرور of the mean x bar of the statistic standard error of the stat إذا عبارة عن سيجما over square root of n. هاي المعلومات بكاملة متوفرة أنا عندي من السؤال اللي يعطيني هي. تمام؟ إحنا قلنا بسبب سيجما نون إحنا قلنا نشتغل على الزيت، لو كان سيجما ان نون إحنا ما راح نشتغل على زيت، إذا كان سيجما ان نون ما راح نشتغل على زيت، نشتغل على اختبارات أخرى ناخذها لها. طيب أيضا عندي large sample وعندي الداتا، عندي 1 سامبل اللي هو 1 ان، شوفوا الان 1 سامبل 1 ان عندي، والكلام هو يحول المين على الزيت تيست كونسرنينج 1 مين عفوا. حصلت على نتيجه الزيت سواء كانت بوزيتيف او نيجاتيف، اخر لابشيت فاليو كومباريزن بتوين زيت كالكوليتد اند زيت كالكوليتد حسب هذا التيبل. تتذكروا احنا اخذنا بالمحاضره السابقه وقلنا النورمال ديستريبيوشن ستاندرد نورمال ديستريبيوشن قسمناه الى بلس ماينس 1 ستاندرد بلس ماينس 2 بلس ماينس 3، وبعدين رجعنا قلنا هاي هي التو تعطينا 95% ثقه و5% خطا،
اللي حكينا عليها بالكيرف، بقينا دقيقة ماتها وجدناها من الجداول الستاندرد نورمال ديفيشن كيرف، قيمة دقيقة ماتي هي 1.96، قلنا هاي تمثل لي هذا الخطأ، يمثل لي كريتيكال فاليو، هذا الخطأ يمثل لي كريتيكال فاليو 90، فهذه كريتيكال فاليو ماتي. أي قيمة من قيم زيت الكالكيوليتر اللي حسبته أنا هوني تقع لايت أقل من 91 تقع، إذا هوني تدعيني أنه أقبل بالفرضية الإيش نوت، والديفرنس ماتي هي نون سيجنيفيكانت، دائما تقول الديفرنس لا يوجد هناك فرق، لا يوجد هناك تأثير، لا يوجد كذا، ليش سميناها بالنل؟ يعني عدمية، يعني عدم وجود. طيب لو كانت قيمة الزيت كالكوليت اللي حسبتوها هوني كانت هي مور ذان 91 أو أكثر، يعني معناتها هذا وقع في منطقة الرفض، هذا جدول اسمه ريجكشن تيبل، هذا اسمه جدول ريجكشن تيبل، يعني هذا فقط هو الجزء الأول من الكيرف، ما قسمنا الكيرف إلى ثلاث أجزاء النورمال ديستريبيوشن، هو الجزء الوسطي اللي هو منطقة قبول، وعندي منطقتين رفض على الجهتين الأيمن والأيسر، الأيمن هي قيم موجبة والأيسر هي منطقة رفض للقيم السالبة. أنا هون هذا هو مثل لي الكيرف اللي أول اللي هو مثل لي منطقة الرفض بالموجبة، واللي يبدي دائما إن هو كنا قبل نقول عنه بلس ماينس 2 اللي هو نفسه 1.96 at 0.02 2.2 نضحك عليها، لينحتقع المنطقة ما بين 0.01 وما بين 0.05 و0.01، هاي المنطقة كلتها سميها just significant. الزيت ما اللي عندي اللي بالسؤال اللي وقعت هاي القيمة وصلت إلى حد 2.58، إذن مباشرة وقعت في منطقة الثانية اللي هي highly significant. يعني الآن حنحدد قيم الزيت، أقول إذا كانت عندي الزيت تقع ما من 1.96 إلى أقل من 2.58 أسميها كلها هاي المنطقة هي just significant، يعني 1.96 1.97 1.99 استمر إلى حد قبل 2.58 إلى قبل 2.5 مثلا 7 تقع ضمن منطقة just، يعني كل هاي المنطقة هي ضمن منطقة just، فدائما نقول عليها P less than 0.05. لكن لو وقعت قيمة الزيت الكالكوليت حسبتوها خاعت ما بين between 2.58، يعني من تاخر من 0.258 إذا وقع ضمن هاي المنطقة to less than 3 ما وصلت إلى 3 0.999 قد تقع ضمن إيه؟ ضمن المنطقة الثانية الرفضة الثانية اللي هي high significant، إذا هون حسميها قول with P less than 0.1 highly significant. الكيس الأخيرة لو كان عفوا دكتورة بس سؤال بالله؟ نعم تفضل. يعني الكريتيكال فاليو من ضمن دبر؟ نعم، يعني من ضمن الريجكشن. احيانا بعض المصادر تقول لا ما يعتبر، يعني تقع اقل من يعني 1.96 مثلا، يعني هل نعتبرها مرفوضه ولا مقبوله؟ لا مرفوضه. اي نعم، يعني هي نفس القيمه 1.96. ايه هون البي مساوي ل 0.05 ما ليش ذن. إيه يعني دكتوره ارفضها ولا اقبلها للهايبوثيسيس؟ لا نرفض الفرضية كريتيكال فاليو الأكبر من 0.05 فقط، الأكبر منه إيش يعني قد تقع بالجهة الثانية، يعني قد تقع في منطقة القبول، يعني كل شيء يقع في هذا الاتجاه، هذا هي منطقة القبول، تمام؟ هاي داخل ال 95% من هوني، هذا هو منطقة هذا كريتيكال فاليو ماتي، على جهة كلته حيكون منطقة رفض، على جهة اليسار هاي كلها منطقة قبول ومستمرة، ولهذا ما عملت بها شيء كثير كبير، شيء صغير، لأن هذا الجدول هو فقط يمثل لي منطقة رفض. إذا أنا عندي إما تكون just significant, highly significant or very highly significant، حنفصلها إن شاء الله وإحنا قاعد نشرح بعدين إذا ما كنت فاهمني. واضحة الأمور إن شاء الله؟ ما بس أنا يهمني أنه significant or non-significant، لكن يهمني أطلع ما هي الحدود الحقيقية لهذا لهذا الباراميتر اللي عندي. الان اريد احسب ال 95% confidence interval for the population mean mu، يعني انا كل البوبوليشن مين هو قيمه واحده، شوف هاي القيمه واحده من اشقر الى اشقر تتراوح، يعني دائما هاي القيم ما عندنا شيء اسمه ثابت، عندنا الكونفيدنس انترفال مالتي بينه حدود قديمه، وقلنا كريتيكال فاليو مالتي حددناها 91، هاي حتى نحدد بها القبول والرفض بالنسبة للتيست اللي اشتغلنا عينه، لكن أريد أشوف ما هي الحدود الحقيقية الريال
فاليو او الليميتس لهذا المين. طيب نتذكر الان، تمام نتذكره، تذكرون ولا عيني اخذناه بال نورمال رينج، قلنا من كان عندي قيمه واحده هذا الطفل الاول يعني ديستريبيوتد نورمالي، وعطينا المين والستاندرد سيجما اللي اخذناهم بالجدول الخاص بالاطفال اللي هم كانوا نورمال، تذكرون الكلام؟ طيب اذا قد اقارنه مع ايش؟ مع اقرانه من الاطفال اخذناه، قلنا مين بلس ماينس 2 ستاندرد ديفيشن، استخدمنا هذا القانون صح ولا لا؟ هذا كان بالنورمال. طيب الان هاي ال2 قلنا هي القيمه الدقيقه مالتها من الجداول من ستاندرد نورمال ديستريبيوشن تيبل كانت 1.96 طلعناها. اصبح عندي القانون مالتي اكس بار بلس بلس اور ماينس، هاي ما ناقصه بلس اور ماينس، ما بس فقط بلس بلس اور ماينس 6 ملتبلايد باي ذا ستاندرد ديفيشن. الان انا عندي مجموعه قيم وين وي هاف ماني فاليوز، ذن الاكس ايش بينه هوني، لاحظوا الفرق، هاي حكيناها في اخر محاضره قلت لكم كلش مهمه ذيك المحاضره. كانت عندي من كان عندي قيمه واحده ديستريبيوتد نورمال بميوس، لكن من عندي مجموعه قيم احنا وجدنا لها المين اللي هو اكس بار، تمام اكس بار، وقلنا هذا اكس بار ديستريبيوتد نورمالي ايضا يعني نقصد منه ستاندرد نورمالي وذ ميو ان سيجما سكوير اوفر ان، وذ ميو ان سيجما سكوير اوفر ان، قلنا هذا صار عندنا اوفر ان. الان هحول نفس الكلام اللي فوق، طلعتوا نورمال رينج، هطلع نورمال رينج لهذا الفاريبل الجديد. شلون وجدت النورمال رينج للفاريبل الجديد؟ حسب القاعده اللي انا عندي اللي تقول ابر لور ليميتس يساوي لي دائما انا عندي المين، هذا المين موجود بلس اور ماينس 1.96 هي موجود عندي، لكن بايش مضروب؟ ستاندرد ديفيشن هذا هو اللي هو سيجما، تمام؟ مضروب في سيجما، لكن هون ايش الستاندرد مالتي؟ هو عباره عن الجذر، لو جذرت له هذا الجذر لسيجما سكوير اوفر ان، السكوير تطلع من الجذر فيبقى عندي سيجما اوفر سكوير اوف ان، هذا ايش يمثل لي؟ هذا ايش يمثل لي؟ عباره عن ايش؟ statistical error دكتوره. اي ايش اسمه؟ ارجعكم عينه شويه، هذا المقام يعني ستاندر ايرور، تمام؟ هذا يمثل لي الخطا المعياري ستاندر ايرور اللي انا عندي. اذا الان ارجع انه في حال كان عندي قيمه واحده اشتغلنا على النورمال رينج وكان عندي مين بلس ماينس 2 في السيجما، تمام؟ 2 في السيجما في الشمالي في 2 في السيجما، لكن من عندي ماني فاليوز كان عندي اكس بار، خلنا اللي هاي ماني فاليوز خلنا الاكس بار واللي كانت تتوزع على سيجما النورمال اللي بميو ان سيجما، ايضا الابر اند لور ليميتس بالضبط يشابهه، حيساوي لي ايضا المين، تمام؟ بلس اور ماينس 1.9 جدوليه، لان قاعد اشتغل على خطا 95% ثقه فخطاه 5%، 95 ثقه فتكمله اشقاق 5% فطلع عندي المي كانت البي قيمتها 1.96 multiplied by the standard error، هذا عباره عن يمثل لي عن standard error. اذا من هذا الكلام راح اشتق اخرى هي راح تكون عندي يعني جاهزه للحفظ بالنسبه لي واشتغل بها على ثمن انواع اللي حنشتغل عليها بعدين ان شاء الله هالمحاضره والمحاضره اللاحقه. المين هو اكس بار بلس اور ماينس 91، هذه قيمته ايش تساوي لي؟ هي عباره عن قيمه ثابت فاليو اللي هي زيت ات 0.05 مقدار هو بكامل اسمه ستاندرد ايرور اوف اكس بار. اذا من خلال هذا الكلام هذا عمل لي قاعده خاصه لي واحفظها، ومن خلال هاي القاعده بالبلس عينه ابر والماينس عينه لور القاعده راح تعطيني ايش راح تكون عندي؟ القاعده حتكون عندي هاي النهائيه، هاي تحفظ ايضا مثل ما بالتيست هون عندي ايضا قاعده بالابر اند لور ليميتس اللي تقول دائما انا عندي هون شيء اسمه ستاتستيك، تمام؟ هذا استيك بلس اور ماينس، هاي قيمه الزيت ات 0.05 هذه ما اخذها من محسوبه، هاي اخذها من الجداول، اذا فروم تيبلز اسميه فاليو ملتبلايد باي ذا ايش؟ الستاندرد ايرور، شوفوا الستاندرد ايلمنت هذا كان يعود على نفسه الايش؟ هذا ستاندرد ايرور يعود على نفس الستات مال هذا الستات، اذا ايضا حيكون عندي ستاندرد ايرور للستات لهذا الستات قد اشتغل علينا. حنشوف ان شاء الله ناخذ التيست يعني تيست واحد، احنا شو حنكون قوانين ما غير تحفظوا قوانين، حفظ القوانين تيهكم ويضيعكم وصعب عليكم، لكن احفظوا بس قاعدتين، قاعده للتيست
وقاعدة للأبر آند لور ليمتس، وعليها راح نشتغل من أنواع من الاختبارات اللاحقة راح ناخذها إن شاء الله. لحد هون أكو أي شيء؟ شو حصلنا على هالقاعدة؟ يعني أنت ما مطالبين بهالتفاصيل هاي كلها، هاي تفاصيل ما مطالبين تبيها، مطالبين فقط بيصير، وهذا قبله اللي لو أنا عوضت وينو ب 1 مين فحخلي مكان الستات أخلي إكس بار عندي 1 مين بلس أور ماينس مكان تابت فاليو أنا زيت تيست فأخلي زيت، وقلي 95% ثقة فأخلي بالمقابل خطأ 5% مسموع بينو ملتبلايد باي الستاندرد ايرور اوف ستاندرد ايرور لما كان عندي ستات كان عندي اكس بار فاصبح عندي ستاندرد ايرور بلس ستات. اذا من خلال هاي القاعده انا قد اشتغل هذا القانون. بس هذول اثنين اخر اثنين انت مطالبين في هذا الموضوع. اكو اي سؤال عيني شيء ما واضح؟ باقي استعملتوها انا كانت فقط للتوضيح حتى لا عفوا لا طالب يقول اني صجتنا هاي القوانين. طيب حناخذ التايب 2 من زيت تيست كونسلينج وين بروبورشن. على اي اساس صار عندي زيت تيست كونسلينج وين بروبورشن؟ اول نقطه وهي خلوها تحت خط احمر انه ما بروبورشن بتيست اخر. البروبورشن خاص فقط بالزيت، فمن اشوف بالسؤال عندي شيء اسمه بروبورشن مباشره اتوجه الى نوع التيست. تمام. اذا نوع التيست زيت تيست كمان انا عندي بروبورشن هاي وحده. اثنين كم N أنا عندي بالسؤال؟ عندي 1 N بالسؤال 1 sample Z-test concerning 1 وكونه هو proportion فحتي عندي Z-test concerning 1 proportion. أرجع للستيبس اللي أنا خلي أشتغل عليها. شوفوا لي هوني لاحظوا بالبداية أنا عندي population بينو السامبل مالت العفو السايز كان N R هم عدد الأشخاص اللي يحملون في صفة معينة مثلا عدد الوفيات. تمام؟ البي هو نسبة الوفيات يعني الوفيات من الكل نسبة الوفيات قصيص بس لا تعني بالضرورة أنه هي فقط حياة وهي نجاح يعني شيء قد أريد أطلبه بالسؤال. إذا نريد والكيو أصلاً نسبة الوفيات حطعيني نسبة الحياة العكس مالتها. هون أنا عندي سامبل بالمقابل سامبل بحجم سامبل بحجم n. هذا السامبل بحجم n شفتوا بينه إيش قد كان عندي عدد وفيات من هاي الدراسة اللي قد أشتغل عليها جلات أو فقط شيء قد أشتغل عنه. شفتوا عدد وفيات بينه يساوي small r. تمام؟ قد أشتغل على سامبل ما قد أشتغل على population. طيب إذا البي إيش يساوي r over n؟ هذا هو السمول هي نسبة الوفيات مقارنة نسبة الوفيات تعطيني نسبة الحياة. طيب هل هناك differences ما بين بمعنى أقدر أعمل مع الpopulation لا يوجد هناك فرق بيناتهم نتائج هذا السامبل إيش أو يقلنا ونتائج لا يمكن تعميم على شيء من بوب. نرجع للستيبس performing concerning one proportion step number alternative equal to b equal to يعني قيمة البروبورشن هذه بروبورشن اللي أقل تساوي في القيمة هو يطعيني بالسؤال هذا ما يطعيني بالسؤال معينة b تساوي قضية تقول انه b لا تساوي ممكن يقول انه هاي النسبة مثلا هي أقل من فد شيء معين أقل من فد رقم معين يطعيني تمام بس عندي هذا هو يطعيني سمعته ويحقق عندي more than or equal. قلنا دائما الايج نوت ما بيها شيء اسمه مساواه، المساواه فقط حتكون عندي بالايج نوت لا تكون بالايج اريد الان اختبر هاي الفرضيه اختبر هاي الفرضيه من خلال الزيت. احنا قلنا دائما البروبورشن هو موجود بالزيت زيت كالكوليتر حتكون عندي حسب القاعده العامه اللي حتكون وير. شوفوا هاي القاعده
من يقول لي هاي القاعدة يعني هل القانون مالتي مطابق للقاعدة اللي حكينا عليها لو لا؟ يلا ايش تقول القاعدة عيني؟ قاعدة الزيت خلقها قبل شوي ايش تقول؟ ما تقول عبارة عن ستاتستيك، تمام؟ طلاب صوتي واضحة؟ نعم. إذا الستاتستيك هي هاي هي الستاتستيك. ايش عندي هوني؟ هون عندي بروبورشن، ما عندي مين اكس بار، عندي بروبورشن، تمام؟ واللي من هذا ستات يعني السامبل، بس يعني بي سمول، تمام؟ هذه كانت ستاتستيك ماينس بارامتر. هاي نصبح اخذ بارامتر، قلنا احنا اخذنا نصب، احنا اخذنا من الايج نوت، يعني هاي القيمه راح تطلعينها بالسؤال، هاي القيمه او هاي القيمه نفسها، تمام؟ ممكن يجيني بيساوي لا يساوي، ممكن يجيني اكبر او اصغر. طيب اذا وحده من هذولي، فاذا هاي البي هي البروبورشن لمن البوبيليشن البارامتر عليها، قلنا ناخذها دائما من الايج نوت. ايش بقى عندي؟ بقى عندي المقام اللي هو بي في الكيو اوفر ان. ايش يمثل لي هذا؟ دكتور الستاندرد ايرور للبروبورشن. البروبورشن ايرور للبوبيليشن. للبوبيليشن. البوبيليشن، ايش كانت تقول القاعدة؟ قاعدة كاش كانت تقول؟ كانت تقول ستاندرد ايرور اوف ذا ستات، تمام؟ مال البارامتر التست، تحط تحته خط احمر، نكتب عينه يم فوق بعنوان التست، تكتب عينه الاختبار الشاذ. الاختبار الشاذ ليش؟ لان القاعده دائما تقول ستاندرد ايرور اوف ذا ستات. هون ايش استخدم؟ استخدم ستاندرد ايرور للبارامتر وليس للستات. شوف الان، شوف هذه هي كابيتال بي، مال السمول، ما كتبتوا عليها السمول، هذه الكابيتال، تمام؟ اذا هذا هو ستاندرد ايرور لايش؟ اذا ولهذا سمونه الاختبار الشاذ، وهذا الاختبار الوحيد اللي يشذ على القاعده اللي دائما تقول بالمقام هو الستاندرد ايرور. لمن الستاندرد ايرور؟ اذا هون حنشوف ما يلي. المعلومات هاي اعطيناها بالسؤال بشكل التالي، يعني هذا السؤال شلون يجينا؟ ممكن يجينا يقول انه الكابيتال بي بالسؤال، هاي الكابيتال بي يعطينا اياه، لازم يعطينا اياه حتى نشتغل تيست. ممكن يعطينا سمول بي مباشره، البروبورشن للسامبل يعطينا ايضا مباشره، لكن احتمال اوقات ما يعطينا البروبورشن للبي مباشره، يعطينا الاي ومن هلقه السامبل، هلقه كان عندها عدد، احنا راح نطلع البي نطرحه بعدين من الواحد نطلع الكيو مالته، وبعدين نرجع نطبق التيست. هاي طريقتين السؤال، يا اما يجي مباشر البي يعطينا اياه الكابيتال والسمول اثنين يعطينا سوا، او غير مباشر يعطينا الكابيتال، لان هذا ما نحسبه احنا مال بوبيليشن، قيمه يعطينا اياها ثابته من البوبيليشن، لكنه السامبل يعطينا بها ار وان، تمام؟ سمول ار وسمول ان يعطينا، واحنا نقسم الار اوفر ان سمول بي، وبعدين نطرحها من الواحد حنطلع سمول كيو، ثم نكمل حل السؤال. عموما احنا فهمنا ايش معناته هذا، ها سميناه انه الاختبار، راح تطلع عندي نتيجه مالتي اما البوزيتيف او النيجاتيف، ما عندي اشكال. ايضا راح اخذ الابسولوت فاليو وارجع اقارنها بنفس الطريقه اللي قارنته بها. شوفوا الان كومبير ذا كابيتال فاليو وعلى نفس التيبل، شوفوا عينه هذا تقريبا هو راح يحفظ اوتوماتيكي، راح يحفظ لان نفسه راح نطبقه على كل الاسئله بالزيت، ما راح يختلف عندي. عندي اما جاست سيجنيفيكانت اللي حدوده من 0.05 الى اقل من 0.01، او تكون هاي سيجنيفيكانت تكون حدوده من 0.01 الى اقل من 0.001، عندي more than 0.01 يعني equal and more than 0.01 very highly significant. اخيرا draw conclusion للسؤال. اكو شيء ما واضح اوضحه؟ طلاب اكو شيء ما واضح يعني؟ ابقى عيني لو ابقى نفس الطريقه اللي اخذناها بال1 مين، راح ناخذ ايضا هون نحسب الكونفدنس انترفال لمن للبوبيليشن بروبورشن الكابيتال بي. يعني شوفوا هون ما عندي شيء اسمه ستاتستيك، دائما هو بوبيليشن هون عندي، اريد احسب البوبيليشن. يعني شغلي قلنا
نخلي النورمال سيبيشن قلنا راح نشتغل دائما سيبيشن احنا طالعين دائما نشتغل على شيء اسمه بوبوليشن عفوا ما نشتغل على سامبل. اذا هدفي هون حيكون عندي احسب الكوبس انترفال للبوبوليشن هو كابيتال بي وايضا هاي هي القاعده الاساسيه او القاعده الذهبيه اللي عندي من خلالها راح اوجد انا قاعده او قانون للكونسنت للون بروبورشن. ما هو القانون راح يكون؟ من يقدر يشتغلوه؟ من عندي الستات؟ عندي الشرعات؟ بروبورشن ستات ايش من هو؟ طلع صوتي واضح؟ من هو يعني؟ أنا قد أشتغل على شيء اسمه proportion فالستات ما من هو حيكون عندي؟ الـ P إيش؟ small plus or minus التابع قلت قبل شوية بالتست مالتي قلنا ما عندي proportion غير اختبارات فقط عندي بالزيت. إذا حتكون عندي هوني حتكون عندي زيت وقال لي أي بالزيت أخذها 100% ثقة فإذا عندي زيت at 0.05 خطأ multiplied by the standard error of the stat. إذا الشذوذ اللي عندي شوف القانون هاي ظهر عندي الشذوذ اللي ظهر عندي ما يظهر عندي أنا بالكوبس انترفال فقط يطلع عندي بالتيست الشذوذ فقط بالستاندر ايرور للتيست. طيب حيكون عندي ليمت تساوي لي بي سمول البي سمول بلس اور ماينس زيت ات 0.05 ملتبلاي باي ذا ستاندر ايرور اوف ذا بي وقلنا هون يجب أن نحسب ستاندر ايرور مرتين في هذا النوع من الأسئلة اللي هو خاص بالزيت تيست كونسرنينج وان بروبورشن لازم احسب له مرتين ستاندر الانواع اللي راح نشتغل عليها يعني ثمان انواع سبع انواع منه نشتغلها كلها نفس الكلام لكن الخاص هو فقط عندي وان بروبورشن اوجد له ايرور مره بالتيست اللي هو كان بالكابيتال ومره للكونفس انترفال اللي هو حيكون عندي السمول يعني ما اقدر استخدم نفسه هذا اللي اشتغلته بالتيست. مين لو ارجعكم الى وان مين شوفوا الان نرجع يعني مرة ثانية بسرعة هالشكل شوفوا للون مين هو نفسه بالضبط ترى للون مين هو بالضبط نفسه يعني موجود عندي تمام هذا الكلام موجود عندي لكن ونفس الكلام احنا ناخذ الاختبارات الباقية لكن بالون بروبورشن الكلام يختلف عندي بالتيست استخدم ستاندر ايرور للبارامتر بينما بالكونفس انترفال استخدمه لي الستات وليس البارامتر يعني هو تمشي القاعده ما بيها اي شذوذ الشذوذ فقط راح يصير عندي في القاعده او الخاصه بالتي هون راح نطلع الابر اند لور ليميتس واشوف ما يلي شوفوا على الكلام هون بعد ما اكملت الان الستيب الاخيره اللي هي طلعت اللور وين حرجع راح ارجع على ستيب نمبر 1 اللي هي الهايبوثيسيس مالتي وضعتوها اذا كانت قيمه الهايبوثيسيس مالتي الرقم اللي اعطاني هو بالسؤال بالهايبوثيسيس إذا كان هذا الرقم lies between upper and lower limits يعني حقيقة هاي منطقة قبول بين الأبر واللور هاي راح تكون عندي منطقة قبول upper بهالاتجاه أكبر من الأبر منطقة رفض وأقل من اللور هي منطقة رفض أخرى إذا if is not اللي هي أعطانا هو السؤال إذا كان lies between upper and lower limits then we accept إيش the null hypothesis is not and if is not اللي هي كان او السؤال not lies between upper and lower يعني كان اقل من اللور هل المكان هون يقع او كان اكثر من الابر اذا وقع في منطقه احد من الثاني الاولى او الثانيه اذا so we reject the null hypothesis هذا يسمينه في ريفاينج للتيست اللي انا عندي اريد اثبت انه هل التيست اشتغلت صحيح ام لا لا يعني بالضروره اذا طلع عندي هناك اختلاف يعني كان عندي التيست طلع عندي رفض الفرضيه وبالابر اند لور لمس بعد ما قارنته مع عندي قبول الفرضية لا يعني بالضرورة انه التيست مالتي كان خطأ احتمال هناك خطأ اما بالتيست او بالأبر اند لور ليمتس واحد يرجع حتى تتطابق النتائج يعني ما يصير طالب من اخذ 40 مرة اقول له لا انت ناجح وارجع اقول له لا انت راسب شخص اخر 0.5 عندي 95 ثقة فعندي 5% خطأ فما دام عندي الشيء مكمل الاخر اذا من يكون عندي بالتيست قبول لازم ابر اند لور ليمتس ايضا حيكون عندي نتيجه قبول لو كان عندي اساسا بالتيست كانت نتيجه رفض اللي هو عباره عن فيريفاينج للتيست
اكو اي سؤال عيني او اي شيء ما واضح؟ قال لو انا كان عندي مجموعتين، شوف الان تو بوبيوليشن، الاول بينو ان 1 والثاني ان 2، هاي يمثلون مثلا خلينا نقول درجات طلاب مرحله ثالثه، هاي تو بوبيوليشن درجات طلاب مرحله ثالثه، مثلا طب موسط طب نينوى، هاي الدرجات لها مين ميو ميو وسيجما بالنسبه للطلاب نينوى مثلا، وبالنسبه لي الموصل اريد اشوف ما هو الفرق ما بين معدلات الطلاب بالكليتين مرحله ثالثه بالكليتين. اذا بدايه حاخذنا سامبلين من الكل كليه بنسمينه ان 1 اللي هو بالتاكيد للطلاب اللي اخذهم لهم مين ولهم ستاندرد ديفيشن، وايضا كذلك حاجه بالنسبه للمجموعه الثانيه مين ستاندرد ديفيشن. اريد اشوف هل هناك فرق ما بين هذا التو مينز معدلاتهم الاولى والثانيه. بالتاكيد هناك فرق، يعني يطلع عندي هناك فرق حسابي لو انا طرحته الاكس 1 اكس بار 1 ماس اكس بار 2، فايضا عندي هناك فرق، لكن هذا فرق هو حسابي. لكن اسال هل انه هذا الفرق حسابي هو ريال اعتمادا على ايش؟ لازم ادخل بينه عمليات احصائيه اشتغل عليها حتى اقرر من خلالها انه هذا الدفرنس الظهر عندي ما بين اكس 1 اكس بار 2 هل هو ريال اور باي تشانس. اذا الان عند نوع التيست اسمه زد تيست كونسرنينج، كون انه عندي سيجما 1 سيجما 2 نون هذولي مع الوزيت تيست كونسرنينج 2، انا عندي ان 1 شوفوا هاي سمول ان 1 وسمول ان 2، اذا عندي كونسرنينج 2 والسؤال قيسالني حول الدرجات هي مقاسه ولها مين، اذا اصبح عندي نوع التيست زيت تيست كونسرنينج 2 مينز. عليه نرجع للاستماتي وحتكون بالشكل التالي، اقول انه لا يوجد هناك فرق بين معدلات الطلاب يعني صورة عامة يقصد بها كمرحلة بين ميو 2 بين نينوى مثلا والموصل، إذا قلنا لا يوجد هناك فرق بين معدلاتهم فمعناتها الدفرنس مالتهم حيساوي صفر. تمام؟ بينما الأجوان تقول لا فرق بين معدلاتهم بين ميو 1 وميو 2 ككوليتين مرحلة ثالثة، وما دام هم لا يساوون فبالتأكيد الدفرنس مالتها يساوي لي صفر. عليه هرجع الان اختبر هاي الفرضيه اللي حكينا عليها، اقول اذا كانت الايج نوت صحيحه، يعني اذا كان الايج نوت بي 1 وبي 2 هم متساويين وفرقهم يساوي لي صفر، فعليه اجل التيست اللي انا عندي اقول التيست كانت فوق القاعده، كان هون الستاتستيك ما عندي اكس بار فقط وحدي، انا عندي ديفرنس مال اثنيناتهم، تمام؟ عندي ديفرنس ما بين اكس بار 1 والاكس بار 2، فيصير عندي اكس بار 1 ماس هذا كله حيصير عندي ستاتستيك ماينس ايش؟ قلنا ناخذ هاي الباقيه بارامتر حاخذ النسبه واخذ اخذ من هايبوثيسيس، هايبوثيسيس ايش كانت تقول؟ كانت تقول انه يساوي صفر، اذا حاجي اعوض مكان هاي ميو 1 ماينس ميو 2 اعوض عنه هذا المقدار بايش؟ بزيرو، تمام؟ واذا اعطانا وهذا بالسؤال قال الفرق ما كان يساوي هذا الفرق، اذا ما اعطانا هو دائما افترضوا صفر. نجي على المقام ماتو دينيميتر عباره عن ايش؟ عن سيجما 1 سكوير اوفر ان، ايش كان عندي انا قبل؟ من كان عندي 1 مين ما كان عباره عن سيجما سكوير اوفر ان تحت الجذر، تمام؟ هذا كان لي مجموعه، الان عندي مجموعتين هون سيجما 1 سكوير اوفر ان 1 بلس للمجموعه الثانيه سيجما 2 سكوير اوفر ان 2، هذا بكامله شو اسمه؟ اسمه ذا ستاندرد ايرور اوف ذا اكس من هذا اكس بار 1 ماس اكس بار 2، هذا الستات. اذا هذا ستاندرد ايرور لمن؟ يعود للستات، لان هون قاعده ما بيها شواذ، ما بيها شواذ. اذا فيصير عندي هذا هو الستات، ما احفظ قوانين، انا عندي هون مجموعتين وعندي اثنين بين مين، فيصير عندي اكس بار 1 ماس اكس بار 2 هذا الستات ماينس، فتسز انه هذين مين ماتن ايش؟ ما بين فرق، فرقهم يساوي صفر، فاسميه ميو 1 ماس ميو 2 راح اعوض عنه هون هاي صفر جوا المقام اللي هو عباره عن سيجما 1 سكوير زيت، لان سيجما هون نون طبقوا عليها، سيجما هون نون فاسي يعني سيجما 1 سكوير اوفر ان 1 على ستاندر المجموعه الاولى، سيجما 2 سكوير على استنى الى المجموعه الثانيه، ولانه تحت الجذر فما عندي شيء تحت الجذر اسمه ماينس، هاي اكتبوا عليها هون اشاره موجبه، هذا اسمه ستاندرد ايرور اوف ذا ديفرنس مين، تمام؟ الفرق المعدلات اللي عندي، اذا داخل الجذر ما عندي شيء اسمه سالب ولا يطلع عندي قيمه خياليه، فهذا لانه فاريانس يكون عندي
دائما السالب من يطلع من تحت الفاريانس يطلع عندي قيمه ايش؟ يطلع عندي قيمه موجبه. تمام، طلعت عندي قيمه الزد، اخذت له ابسولوت فاليو، رجع قارن نفس الطريقه اللي حكينا عليها مع نفس الجدول وقرر بالقبول او الرفض اذا كانت فرضيه، واذا كانت اكثر من الثابت فاليو ارفض الفرضيه، وعندي جاست هايلي او فيري هايلي سيجنيفيكانت بالنسبه للرفض. اخيرا بقى عندي الكونفيدنس انترفال لهذا النوع الثالث من التيست. لمن هذا الكلام population mean difference mu1 minus mu2 على نفس القاعده اللي حكينا عليها. شوفوا الان راح اخذ من البسط التيست اللي اشتغلتوا لنا، البسط اللي اشتغلتوا له بالتيست، علما انه هاي ملاحظه بس مهمه، ان الابسولوت فاليو بس اخذها فقط للتيست، ما اخذها بالكونفيدنس انترفال. ابسولوت فاليو فقط للتيست وليس بالكونفيدنس انترفال. اذا اخذ هون الستات، حيكون عندي اكس بار 1 ماينس اكس بار 2، هذا اخذناه من هاي، وحتى لو كان النتيجه بالسالب ما غير اخذ الابسولوت فاليو هون يعني نهائيا، فقط الابسولوت فاليو على مود المقارنه راح ناخذ القيمه النهائيه للزيت. طيب بلس اور ماينس، احنا قلنا زيت لانه كان سيجما كانت نون، وقال لي 95% ثقه، اذا مقابلها 5% خطا، ملتبلايد باي ذا ستاندرد ايرور اوف بار 1 ماينس اكس بار 2. طبعا هذا القانون احنا ما ارجع احسبه مره ثانيه هوني، انا سابقا حسبته من التيست، فقط اجيب القيمه واضعها هوني بالقانون مالتي واكمل النتيجه، احصل على ابر اند لور ليميتس. تمام، نتيجتين احصل عليها، ثم ارجع اقارن الهايبوتس اللي حصلت، ارجع ستيب نمبر 1 واقارن الهايبوتس اللي هي كانت تساوي لي مثلا كان صفر، واشوف هل انه هذا الصفر لايز زيرو لايز بين ابر اند لور، then we accepted. If not lies then we... اكو سؤال عيني شيء ما واضح؟ شوفوا نفس القوانين هي هاي، كان نعتمد على فقط القاعده. القاعده اللي اختلفت عندي فقط هي بال، وفقط هو بالتيست وليس بالكومبس انترفال. بالون بروبورشن وفقط بالتيست. اكو سؤال عيني شيء ما واضح؟ عندي النهائي ايضا عندي مجموعتين، لكن هوني ما عندي طلاب صف ثالث، ما عندي درجات، لكن عندي الناجحين بهم. عندي النجاح، عندي N1 هذا عدد الطلاب، الـ R1 هم عدد مثلا خلينا نقول الناجحين، والـ P1 اللي هو عبارة عن الـ R over N نسبة النجاح، والـ Q هي النسبة الحاسبين اللي أنا عندي، كذلك حال بالنسبة لكلية الطب الموصل مثلا، أيضا عندي N2، R2 اللي من الناجحين، الـ P2 هي نسبة النجاح، و Q2 هي نسبة الفشل. المجموعة الثانية سحبت سامبلين بنفس الطريقة، لكن نوكا كان عندي درجات وعندي تقديرات، يعني ناجحين ايش عندي، ناجحين ايش عندي، ناجحين. حطوا هاي السامبلين بنفس الطريقه اللي حكينا عليها سابقا. ممكن هذا السؤال يجيني ينطيني ايش؟ يعطيني ال وينطيني ار1 وار2 فقط. هذا السؤال ممكن يطعيني هالشكل هذا، وممكن مباشره يطعيني بي1 وبي2. ان1 وان2 بي1 وبي2 بدون هاي الار. اذا ممكن يجينا ار1 وار2 وان1 وان2 احنا نطلع من خلال من البي والكيو. أو مباشرة يطعينا N1 وN2 زائد 2. إذا أصبح عندي نوع التيست هوني زيت تيست، كون على سرعة بروبورشن مثل ما قلنا، فقط بالزيت عندي بروبورشن. كونسرن عندي N1 وN2، 2N أنا عندي إيش؟ بروبورشن، على أشتغل على بروبورشن. الستيبس أيضا نرجع عليها، هاي أيضا هاي شوفوا هاي هاي أخذناها بدل ما يكون عندي لوكامين، حسي عندي هوني بروبورشن. فحقول عندي البروبورشن هما متساويين ايج نوت، لا يوجد هناك فرق بنسب النجاح. هوني حتقول ما اكو فرق بيناتهم فالفرق يساوي صفر، بينما ايج ون تقول لا هناك فرق بنسب النجاح بين الكليتين ففرقهم لا يساوي لي. حسب القاعده العامه راح اضع هذا القانون مالتي، هذه هي الستاتستيك مالتي، قد احكي على تو بروبورشن والدفرنس بيناتهم، فبي 1 ماينس ماينس الكابيتال هذولي هي ايكوال تو زيرو. تمام، حاخذ من ايج نوت والمقام. شوفوا هذا عندي، شوف رجع القاعده الاصليه، يعني ما اخذ السمول، ف بي 1 بي 1 كيو 1 اوفر ان 1 هذا الستاندرد ايرور لمن للسامبل. تمام، بلس بي 2 كيو 2 اوفر ان 2 هذا الستاندرد ايرور للسامبل الثاني، فعليه هذا المقدار بكامل واسمه ستاندرد ايرور اوف ذا ستات. شوف الاسهل منه بي 1 سمول ماينس بي 2.
كل هاي المعلومات متوفرة عندي بالسؤال؟ نعم. والما متوفر عندي لو أنا أعطاني هو article R or N وأوجد من خلاله المعلومات، ثم أضعها على القانون وأطبق وطلع قيمة الزيت، وإذا طلعت عندي positive أوكي في آخر lapse value وأرجع أقرر على نفس التيبل ونفس الخطوات اللي حكيناها سابقا بالضبط. يعني كل قد نرجع بس إعادة confidence interval حيكون عندي limited population proportion difference اللي هو P1 minus P2 حسب القاعدة العامة أيضا ما عملنا أي شيء. ستات هذا هو خدام البسط مال التيست، وهذا هو المقام مال التيست، هذا البسط مال التيست، هذا مقام التيست. زيت قيمة الزيت at 0.05. ليش 0.05؟ يعني أحيانا يقول له give the 99%، لو قال give 99% إذا 5% ثقة فلازم أخلي هوني المقابلة 1% خطأ، تنتبهون عليه هوني، هوني يتغير حدود القبول مئتي بالرفض، تمام؟ بس ما دام يكون 95% ثقة فبالمقابل تكملته 5% حيكون عندي خطأ. هاي المعلومات كلها متوفرة عندي، وهذا المقام أصلا هو كان حسبته سابقا من التيست، أعيده إذا حصل من خلاله على بعمليات بسيطة حصل على upper and lower limits بالنسبة لل difference proportion للpopulation. اخيرا ارجع للستيب الاخيره وارجع اقارن مع الستيب نمبر 1 اللي هي الهايبوثيسز واشوف انه هذا الصفر لايز بين ابر اند لوور، اف لايز ذن اكسبت، اف نوت لايز ذن ريجكت. لحد هوني انا اكملت الاربع انواع من الزيت تيست. اذا عندكم اي سؤال او اي استفسار طلاب، أكو أي استفسار عيني؟ شيء ما واضح؟ أنا عندي 36 35 طالب عندي فقط حضور.